مرحبا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بدأت المرحلة الثانية والأخيرة للتصويت لجائزة الفراشة الذهبية، والذي سينتهي يوم 8 من شهر تشرين الثاني، وسيقام الحفل في 5 من شهر كانون الأول. وإليكم طريقة التصويت والفنانين المرشحين. أول شيء تضغطون على الرابط في صندوق الوصف، بعدها تظهر هذه الصفحة. إذا لم يكن لديك حساب فسجل حساب جديد بالضغط هنا، ولمعرفة كيفية التسجيل فيوجد فيديو شرحت به العملية كاملة، سيظهر لكم في الأعلى أو تجدونه في صندوق الوصف أو في شاشة النهاية. أما إذا كان لديكم حساب اضغط هنا في هذا الحقل واكتب الإيميل الخاص بك بشكل صحيح، وفي الحقل الذي يليه اكتب كلمة السر بشكل صحيح، ثم اضغط هنا. والآن ستظهر لكم جميع الفئات، وأول فئة هي أفضل مسلسل، والمسلسلات المرشحة بالترتيب سأقولها وهي فتاة النافذة، قطاع الطرق، جبل القلب، إخوتي، الغرفة الحمراء، شقة الأبرياء، الخائن، الصيف الأخير، المنظمة، التفاح الحرام. وهنا تصوتون للمسلسل المفضل لكم. على سبيل المثال سأصوت هنا لمسلسل فتاة النافذة وأضغط هنا على أويبار بمعنى تصويت. ستظهر هذه الإشارة باللون الأخضر تعني أن التصويت تم. ملاحظة يا أصدقائي، لا يمكنكم إعادة التصويت ولا التصويت أكثر من مرة إلا إذا سجلتم الدخول بحساب بريد إلكتروني مختلف. والآن نكمل التصويت في الفئة الثانية، وهي أحسن مسلسل عرض على المنصات الرقمية والمسلسلات بالترتيب هي 50 متر مربع، عشق 101، بالضبط بالضبط، أتايا، طيف إسطنبول، فاطمة، الاحترام، أولاد الشوارع، المحافظ، يش اللجام. هنا سأصوت لمسلسل بالضبط بالضبط لكرم بورسن. أما الفئة التي تليها هي فئة أفضل محتوى رقمي، إذا كنتم مهتمين يمكنكم التصويت، أنا هنا سأتركها بدون تصويت. الفئة التي تليها هي أفضل ممثلة، والمرشحات هن إلينا بوز، عائشة توران، بيرين سات، بينور كايا، بورجا بريجيك، جان سوديري، إيز جيمولا، حفصة نور، ميربي ديزدار، سو بورجو. أما الفئة التي تليها هي أفضل ممثل، والمرشحين بالترتيب هم أحمد كوريل عن كان يا مكان قبرص، أكين أكينوزو عن زهرة الثالوث، ألبيران دويماز عن الصيف الأخير، بيركان عن شقة الأبرياء، بوراك عن المؤسس عثمان، تشالار أرتول عن المنظمة، شاتاي أوسوي عن المحافظ ويشي لجام، جانير عن الخائن، أنجين أكيورك عن ابنة السفير، كيموشن أسين عن حكيم أولو. يمكنكم التصويت لممثلكم المفضل. أما الفئة التي تليها هي أفضل مسلسل كوميدي، والفئة التي تليها هي أفضل ممثلة كوميدية، والفئة التي تليها أفضل ممثل كوميدي. سأصوت هنا لكرم بورسن عن بالضبط بالضبط. أما الفئة التي تليها هي فئة أفضل مسلسل رومانسي كوميدي، والمسلسلات المرشحة هي حكاية الجزيرة، حب منطق انتقام، وصفة الحب، لعبة الحظ، السيد الخطأ، أسقف زجاجية، حب في العلية، في اليوم السيء وفي اليوم الجيد، أنت أطرق بابي. والفئة التي تليها هي أفضل ممثلة في مسلسل رومانسي كوميدي، والممثلات المرشحات هم أصلي سومان، عائشة توران، بنسو سورال، بورجو أوزبريك، جيمري بايسال، ألتشين سانغو، هاندا أرتشل، ميليسا دونغول، أوزغي غوريل. والفئة التي تليها هي أفضل ممثل في مسلسل كوميدي رومانسي، والممثلين المرشحين هم ألب نافروز، آيتاش شاشماز، بوراك يوروك، جان يامان، فوركان أندج، إلهان شين، كادير دوغلو، كارم بورسن، وكوبلاي أبكا. أما الفئة التي تليها هي أفضل ثنائي، والثنائيات المرشحة هم أفرا وشاتاي، ألينا وكوبلاي، عائشة وألب، بنسو وكوبلاي، بورجو وفياز، بورجو وإلهان، جيمري وآيتاش،
ألبرين وحفصة نور، هاندا وكرم، سوبرجو وأنور. والفئة التي تليها هي فئة أفضل مخرج، والتي تليها أفضل كاتب سيناريو وأفضل موسيقى للمسلسلات، والفئة التي تليها هي فئة أفضل ممثل طفل في المسلسلات. وهنا مرشحة مايا باشول التي تلعب لور كيراس في أنت أطرق بابي، ويمكنكم التصويت لها. ويمكنكم أيضا التصويت في باقي الفئات كأفضل أغنية وأفضل أغنية مسلسل وأفضل إعلامي وغيرها من الفئات. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه في صندوق التعليقات، وسأقوم بالرد عليه في أقرب وقت. إلى اللقاء يا أصدقائي.